مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. نبدأها بأبرز العناوين. قناة رغد أخت روان وريان جديدة. ما وراء موسم أغاني اليوتيوبرز. سر أنس وأصالة الكبير كشفوا المتابعين. أغنية فريق جوث طاقة إيجابية. ما سبب الخلاف بين كارولين وخالد؟ من بعد النجاح اللي حققوه التوأم روان وريان على يوتيوب، حيث تمكنوا من جمع أكثر من 7 مليون مشترك على يوتيوب لحد الآن، قررت أخت التوأم رغد بدخول عالم اليوتيوب بفتح قناة خاصة بها لتشارك فيها محتوى متنوع يشمل فلوجات، نصائح، موضة وجمال، وأكيد مقالب. فتمكنت رغد من تخطي حاجز 500,000 مشترك خلال أيام قليلة فقط من فتح القناة، من بعد ما حقق الفيديوهين اللي شاركتهم نسب عالية جدا من المشاهدات، فالفيديو الأول حقق أكثر من 2 مليون مشاهدة إلى الآن. موسم أغاني اليوتيوبرز بدلش مع بداية فصل الصيف ليشارك عدد كبير منهم فيديو كليبات بآخر فترة، حيث حققت نجاح كتير كبير، من بينهم كانت أغنية غيث المنتظرة واللي انصدم المتابعين من قمة الإبداع اللي فيها، حيث تلقت نسب عالية من الإعجاب، فالفيديو كليب اجتاز حاجز 1 مليون مشاهدة إلى الآن. وشارك غيث فيديو تاني كان موضوعه كواليس تصوير الفيديو كليب. أما ثاني أغنية نزلت بنفس اليوم فكانت أغنية محمد خالد بعنوان إرزع واللي حكينا عنها بفيديو السابق، واللي صدم المتابعين أكيد كلمات الأغنية والإيقاع والتصوير وأماكن التصوير اللي كانت خرافية جدا. فتخطت الأغنية حاجز 1 مليون مشاهدة وصعدت ترند بعدة دول. أما ثالث أغنية فكانت أغنية شادي العشي اللي كانت أغنية راب حماسية واللي أثار إعجاب المتابعين كانت كلمات الأغنية ونسبة قصف الجبهات اللي كانت فيها، وكمان طريقة راب شادي وتمكنوا من هالشي. من بعد انتظار طويل أخيرا شارك أنس وأصالة سر المفاجأة المنتظرة واللي حكينا عنها في فيديو سابق، حيث حذر عدد كبير من المتابعين موضوع المفاجأة قبل الإعلان عنها لتبلش مجموعة من التحقيقات القائم عليها فانز أنس وأصالة لمعرفة سر المفاجأة. فنشروا أيضا مقطع من فيديو تخرج أصالة لما كانت تراسل أمها. ألف مبروك لأنس وأصالة البيبي الجديد. من بعد العمل على الأغنية لمدة 24 ساعة فقط ومن البيت، أخيرا نزلت أغنية فريق جوت الجديدة بعنوان أنت أعظم واللي كان موضوعها التفاؤل، حب النفس، وأكيد نشر الإيجابية المطلقة، والإبداع فيها فاق الحدود. أنت الأعظم مهما يكون مهما يصير خليك بدون تصنع. شاركت كارولين مارليني فيديو على يوتيوب واللي كان عبارة عن مقلب من أمها بوضع مجموعة كبيرة من صور خالد عمران بجدار غرفتها واللي كان بعنوان أمي لصقت صور الإكس بغرفتي، حيث كان هذا العنوان مزعج جدا بالنسبة لخالد، ونزل ستوري للتعبير عن رفضه للفيديو والعنوان، حيث من وجهة نظره أن العنوان موضوع لجلب المشاهدات لا غير عن ذلك. لترجع كارولين وتنزل ستوري ثاني تأكد فيه أنه الفيديو نزل بموافقة خالد،
ونزلت هالستوريهات كمان. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.